نروح على مباراة مهمة جدا. كابتن هيثم يمكن سألك قبل الدكتور سعد ما يدخل مداخلة معانا تليفونية، مباراة الهلال شايفها ازاي بعد طبعا عودة زمام الأمور تاني بقى بإيدين النادي الأهلي؟ بص يا كابتن، أنا مسميها مسمى مباراة الهلال تصحيح وضع. تصحيح وضع النادي الأهلي هو الطبيعي إن يبقى أول مجموعة، الطبيعي هو اللي يدور على الوصيف اللي معاه في المجموعة بتاعته. دلوقتي إحنا في إيدينا الزمام، طبعا كرم بتاع ربنا اداء اللعيبه ال 11 راجل اللي موجودين، ايا كان المدير الفني اللي موجود بيشرح ايه، بيقول ايه، بيوصل للعيب بتاعه ايه، اللعيبه اللي تقدر تعمل كل حاجه. يمكن انا بقول للعيبه النادي الاهلي في وجود الحشد الجماهيري الكبير دوت في استاد القاهره، ملعبك اللي انت بتحبه اللي انت متعود عليه، الماتش يخلص بتركيز والتزام. الماتشات دي من وجهه نظري لعيبه نص ملعب وفراوده والتزام 150% لعيبه خط ظهر وحارس مرمى، ان انا ابقى مركز. مش مشكلتي ان مثلا شريف يضيع او كهربا يضيع او حسين او عبد القادر، مشكلتي اللي تيجي عليا انا اللي بديله الثقه ان مفيش حاجه هتوصلني، مفيش حاجه هتسبب لي ارق، مفيش حاجه هتعمل لي اضطراب في خط ظهري، انا ملتزم بحته معينه. عندهم لعيب بيجيد السرعات والناس كلها بتتكلم عنه اللي هو ميكادي ليبول اللي هو نمره 25 الكنغول نمره 25، يا جماعه عادي لعبنا مع اسماء كبيره وانتوا النادي الاهلي اسد افريقيا، ادي بادائك اللي انت بدون ضغط عليك بدون عصبيه هتنفذ انت عايزه، بس ايجابيتك انك تعلي السكور ويكون الهدف واثنين وثلاثه، عشان طبيعه اللعيب المصري بعد ما بيوصل للرياحيه معينه في ثلاث اهداف او هدفين او اربع اهداف بتلاقي نفسك في هدوء بسيط كده بيوصل للعيب وتراجع في الاداء. دي انت كابتن هاني هتبقى طبعا سعيد بتضحك مش ده مش رفاهيه في المباراه ديت، خلي بالك بالزبط. انت لازم تكسب فرق هدفين، يعني 1-0 ان شاء الله يوصلك، لكن لا قدر الله لو جه فيك جون هتبقى عندك مشكله، لازم تجيب جونين، لازم على الاقل كمان تكسب 3-1 هتجيب جونين على واحد، هتضغط وتدخل نفسك من الاول وجديد وترفع تاني السرعات والحمل والالتزام، هتبتدي في ثغرات هتحصل. لعيبه النادي الاهلي بخطوطها بيدفوا بعضهم، بيبقوا جنب بعض، بيأدوا خط الظهر لوحده، نص الملعب لوحده، فراوده لوحده، كل واحد فيهم ارتفاع مستوى الاداء الجماعي اللي احنا شايفينه في النادي الاهلي يبقى ايجابيته انصاف فرص، الفرصه اللي تيجي جون صحيح. والفرصه اللي تيجي جوه مرمايه ما اشوفهاش، ما فيش حد يشوف المرمى بتاع الشناوي شكله ايه، يعرفه بس هو بيسخن، بعد كده ما يشوفوش طول ال 90 دقيقه. طب ودي شايفه يا كابتن يعني الروح، يعني انا دلوقتي كفرقه لما كان بيبقى عندنا ماتشات جامده زي دي لما بنعلي الروح قوي كفرقه وانكار الذات والتلاحم بتعوض اي امور فنيه تانية. يعني انت دلوقتي لو عالي جدا ونازل في حماس وعندك قوه كبيره جدا، تلاقي ال 11 لعيب بيدافعوا، 11 لعيب بيهاجموا، هتلاقي كله مقفل خطوطه وكله بينكر ذاته. النهارده الروح مهمه جدا يا كابتن في مباراه زي دي. هم طبعا هم حاسين بيها كلهم، بس مش عايز يبقى فيها ضغط عليهم من وسائل الاعلام ان انا اقعد اقول لهم انتوا، هم عارفين هم عايزين يعملوا ايه. ايا كان مستر كولر وهو بيشرح جزء معين، واللعيبه هي اللي بتبتكر وبتطور الاداء بتاعها. اللعيبه اللي عايزه بتفكر تعمل ايه؟ بتفكر ان هي رجعت تاني الاسد اللي هيحرج المجموعه بالكامل. هو عارف خطوره وجود النادي الاهلي في البطوله دي شكلها ايه. هو مش عايز النادي الاهلي يكون موجود ايا كان مين هو، اذا كان سان داونز ولا الهلال ايا كان مين هم. سيبك بقى من الكلام ان هو كسب اهلي شند 4، امور نفسيه خلاص اتعودنا عليها، عندهم فيرود وعلي ابو ال 20 اتصاب، ولا كل ده يفرق معانا. ان شاء الله يكونوا جايبين فرق الدوري كلها بتاعت السودان، هتلعب في منتخب السودان ضد النادي الاهلي، ايجابيه النادي الاهلي مكسب اداء استحواذ بدون اي تراخي او اي هدوء في الاعصاب. ال 90 دقيقه بتضغط وال 90 دقيقه بتوصل للمباراه انك انت النادي الاهلي اللي طبيعي انت ما تفكرش تبص للاعلى. تعرف يا كابتن الغريب ايه؟ ان عندهم اهلي شندي ده كان مباراه رسميه صحيح. في الدوري. ما انا عارف. وتأجلت بقى ماتش يعني هم بيحاولوا يوصلوا رسائل، طبعا كل الاحترام لكل الانديه، لكن عمليه الحرب النفسيه بشكل او باخر بتوصل. يعني اتاجل لنا ماتشات، احنا بنلعب ماتش ودي دلوقتي، يقول لك حارس المرمى عنده اصابه ممكن يلحق ممكن لا. كل الاجواء اللي خارج المستطيل الاخضر قبل ال 90 دقيقه بتدار بشكل او باخر، ولكن احنا كمان عندنا من الخبرات، من اللعيبه الخبرات اللي عندها القدره وعندها الامكانيه انها تعرف الكلام دوت وتاهل نفسها بشكل متزن. دايما بنتكلم يا كابتن عمرو ان الحماس الزياده ممكن يقلب ضد، يبقى ضدك صح، ويبدا يبقى في عمليه تسرع في الملعب، في فرق بين السرعه والتسرع، يبقى عندك تنشنه زياده في الملعب، ولكن الاتزان حتى الحاله النفسيه لازم تكون متزنه، عندك ثقه في نفسك بس مش مغرور،
بتحترم الخصم بس ما بتخافش من الخصم. كل الامور ديت ما بينهم شعره يا كابتن شعرة. لازم نلعب يعني لازم نشتغلها بشكل بروفيشنال. اللي هم كبار الفرقه الحته بقى اللي داخل الملعب يبقى كبار الفرقه هي دي الخبرات بقى تظبط الاداء. كابتن احنا شفنا اجمد واحد في مصر اجمد واحد جه مصر بيتعامل على العامل النفسي وهو قبل ما يكون مدير فني النادي الاهلي موسيماني كان يقول لك لعيبه النادي الاهلي وانا عايز ابقى بس موجود ولاعب الهرم الكبير. الكلام ده كله المفروض لعيبه النادي الاهلي كلها عشرته وشافته وسمعته وهي بتلعب اذا كانت لعيبه منتخبات اولمبي ولا الدرجه الاولى. لعيبه النادي الاهلي كلها منتخب مصر أكيد. اذا كان اولمبي او المنتخب الكبير